اهلا بيكم مره تانيه ومره تانيه. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه المولد النبوي الشريف هيكون موضوع لقائي عن حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، مواقفه المختلفه، معاملاته مع ناسه ومع اهل بيته، وازاي ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نذكركم، نذكر نفسنا بمواقفه المختلفه، نعتبرها الدستور النبوي اللي ممكن نلجا له في كل مواقف حياتنا، حتى الصغيره منها، حتى تستقيم الامور وتستقيم حياتنا. في لقائي الثاني يعني بنقترب من هذه الذكرى النبويه العطره باسلوب اخر، زي ما بنقول كده الانشاد ارشاد. ارشاد بطريقه جميله سهله محببه للقلوب الشباب ولينا جميعا، عن طريق القصائد في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام. معانا هيكون الاذاعيه القديره جيهان الريدي اللي اشتهرت في الاذاعه، لمتابعي الاذاعه اكيد هيكونوا عارفينها بقصائد وشعر في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام. ده بالنسبه للقاءاتي معاكم. دلوقتي هنخرج لفاصل وبعدها ابدا اول لقاء. عن الذكرى النبوية العطرة معانا ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة غادة عبد المتعال، واعظة بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيبة. شي بالصحة والسلامة أستاذة دعاء. يعني في البداية، وبما أننا بنحب كل مظاهر الاحتفال وبنلاقي مظاهر الاحتفال بمناسبات أقل بكثير يعني في الأهمية والأثر، بنلاقي يعني الاحتفالات بيها في كل المحافظات وفي المدينة وكده. فنقول الأول، هل كان يحتفل، أول سؤال يعني أحب أعرفه، هل كان يحتفل الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم مولده؟ جميل، خلينا نقول الأول كده، هو الحمد لله منشي الخلق من عدمي، ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم، مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كل سنة وحضرتك طيبة، كل المستمعين بخير. ذكرى ميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل أهمية عن أي ذكرى الواحد ممكن يحتفل بيها أو يهتم بيها. سؤال حضرتك، هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الكلام ده ولا ما كانش بيعمله؟ كان بيعمله. واحنا قبل ما نقول كمان بيعمله ولا ما بيعملوش، انا يهمني ان انا ابقى عارفة يعني ايه كلمة احتفال. كلمة احتفال تعني اني انا اهتم بهذه المناسبة، ان انا فرحانة بالمناسبة دي، اني انا عندي مظاهر اظهر من خلالها ان المناسبة دي ليها مكانة كبيرة عندي. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الاحتفال اللي كان بيعمله هو كان التقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال العبادة، شكرا على هذه النعمة. ميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو نعمة، ومش نعمة على المستوى الشخصي ليه هو فقط لا غير، لكن هو نعمة على مستوى الإنسانية وعلى مستوى العالم كله. لأن بميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي ميلاد أمة، هي ميلاد حياة جديدة جدا جدا للمجتمع كله. ميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن، مذكور بمعنى إيه؟ بمعنى ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى ميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي بداية الرحمة للجميع. أما يذكر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لي إن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ده بيعرفني قدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما تذكري يعني أنظر في القرآن، في القرآن أشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مكانته قد إيه، ده بيزيدني تعلقا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد شخص ولد زينا كلنا، لكن يقول لي سيدنا النبي، يقول لي ربنا سبحانه وتعالى جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يعني أنا بتعامل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه نور، الرسول من الله سبحانه. تمام. لو في يعني تعظيم اكتر من كده يعني. تمام. النور فكرته ايه؟ النور فكرته ان هو بينور ليك الطريق، النور بيهديكي يعني يهديكي الى الصراط المستقيم، يهديكي الى كل شيء فيه النفع والاستفادة الحقيقية من حياتي في هذه الدنيا. فقدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لو عددنا في القرآن هو
له مكان قد إيه. أيوة. يكفيني أن ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يكفيني أن ربنا سبحانه وتعالى قرن محبته بمحبته، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. جعل ربنا سبحانه وتعالى استجابتي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي الاستجابة لله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما ينفعش نفصل هنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيرشدنا بأوامر الله في كل يعني نواميس، وفي كل يعني أبسط الأمور حتى الحياة. تمام. هو أنا عندي لا، أنا كنت بسأل حضرتك السؤال ده يعني عشان أأكد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحتفل، كان بيبقى يوم مميز، الصحابة المؤمنين في ذلك الوقت يحتفلون بالتقرب إلى الله، وإحنا دلوقتي طبعا الاحتفال الأول اللي إحنا المفروض يعني أن إحنا نتجه إليه هو برضو أن إحنا نكثر التقرب إلى الله بكل الوسائل، لكن ما فيش مانع من الفرحة أنها تأخذ طبعا مظاهر عدة طبعا، أن إحنا نحس أن النهاردة يوم مختلف. يعني ما احنا بنشوف الاحتفالات بتبقى عاملة ازاي. تمام. بمناسبات اخرى، فيأتي البعض ويعني يذكر ان دي بدعة. تمام. يعني فيعني هل رأي حضرتك ايه في القصة يعني دي؟ يعني ان اعتبرناها بدعة زي ما هم بيقولوا فاحنا هنعتبرها بدعة حسنة تقرب الى الله سبحانه وتعالى. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نقول بس استكمالا للرد الاولاني، كان يحتفل بصيامه بيوم الاثنين، لان هم سالوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تكسر الصيام في يوم الاثنين، قال لهم ذاك يوم ولدت فيه وذلك يوم بعثت فيه وانزل علي. يعني كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر الى ان هذه نعمة، فيها نعمة تتجدد باستمرار، والنعمة تستوجب الشكر، فهو بيشكر يعني يشكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال الصيام، من خلال العبادة. أما كون إن أنا أقول إن هي بدعة، وللأسف الشديد الكلام ده موجود بشكل كبير جدا، يقولوا كده هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل زي ما أنتوا بتحتفلوا، احتفل بالإنشاد واحتفل بالأكل واحتفل بالموالد وكل الكلام ده. يعني متهيألي دي كلها قشور، احنا ما بنقولش إن هذه الاحتفالات تاخدنا من وقت الذكر والصلاة، لكن إيه الخطأ في فكرة إن أنا أعلق شوية أنوار، يبقى في مواسم مرتبطة بحلاوة مولد يعني هنا إيه الخطأ؟ ما العصور بتختلف، نص قرآني. فبالتالي مظاهر الاحتفالات بتختلف. نص قرآني. أنا أتبع نص قرآني، مش هقولك إن هم إن قالوا إن هي بدعة وأنا مشيت معاهم فقلت لهم إن هي بدعة حسنة توصلني بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أنا هقولك إن ده أنا أتبع نص قرآني ربنا سبحانه وتعالى بيأمرني به. بيأمرني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي افرحي خلاص. أيوة. افرحي، هذا امر من الله سبحانه وتعالى. الفرح يعني مش حرام، ومظاهر الفرح مش حرام. مين قال كده؟ الفرح بمعنى السرور والسعاده واظهار البهجه والاحتفال بكل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، يعني هذا امر يقره الاسلام. لكن لو انا خدت في مظاهر تانية قد يعني اعبر بيها عن الفرح بما يخرجني عن الطريق المظبوط، يبقى فيها كلام. أيوة. انا لا برقص ولا بعمل مخالفات شرعيه، لكن انا اظهر هذا الفرح. ف إن ما كنتش هفرح بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفرح بمين؟ أنا بفرح بأولادي وبعمل عيد ميلادهم، أنا بفرح بيوم تخرجي، أنا بفرح بيوم جوازي، حاجي عند هذه الذكرى بقى. تمام. وأتناقش هي تمام. وغير كده كمان يعني ما نيجي نقول ربنا أمرني بالفرح، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لسيدنا موسى وذكرهم بأيام الله. أيام الله كل ما كان فيها نعمة تتجدد علي أو دفع ضرر يحصل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفعه عني. فكون أني أنا أذكر بهذه المواسم أنا أتقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الذكرى. أي. عايز أنتقل بقى لنقاط كثيرة نتناقش فيها عشان وقت الحلقة وما يبقاش إحنا ناقشنا في نقطة على حساب نقاط أخرى. يعني عايز أعرف معاملته لأهل بيته عموما، دي مهمة عندي جدا. احنا بنقول الدين معاملة، احيانا بنأخذ يعني منتصف الامور ولا نتعمق، ومش بنراعي يعني مسألة مهمة اوي، هي مسألة تعاملاتنا مع الغير. والاولى بقى وقبل الغير تعاملاتنا مع اهل بيتنا، الزوج للزوجة، لأولاده، لوالدته، لأهل بيته، لوالده.
خلينا نبدا بمعامله الرسول لاهل بيته، لو في دلائل يعني، وعندي نقاط اخرى برضو، يا ريت يا ريت وقت اللقاء يسمع. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بحر، يعني لما انظر الى جوانب شخصيته، جوانب شخصيه متراميه الاطراف، فيها من كل الاخلاق الحسنه. يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى في القران قال: وانك لعلى خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى في القران يعلمني ويعلم كل الناس، يقول لهم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا عندي هذه القدوة الحسنة، مثال نموذج للإنسان الكامل اللي أنا ماشية وراه في كل خطواته. فما أجي أنظر في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حضرتك تفضلتي، البيت ده هو أي أسرة، هي النواة الأولانية للمجتمع. فإذا كانت النواة دي مظبوطة وقائمة على أسس سليمة، أنا ببساطة جدا هلاقي عندي المجتمع سليم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنظر إلى معاملاته في بيته، هو يقول لي كده: هو خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي. يعني إن أردتي، لو أنت عايزة تعرفي مين أفضل، يعني الشخص اللي أنت تقولي إن الشخص ده إنسان كويس جدا، انظري إلى معاملته، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع أولاده، مع بناته، مع أحفاده. في مواقف معينة ممكن، يعني أهم المواقف اللي ممكن حضرتك تذكريها دلوقتي كأمثلة؟ خلينا نقول يعني طالما إن إحنا في وقت قليل، يكفيني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول: كان في مهنة أهله. يعني إيه كان في مهنة أهله؟ يعني في البيت كان بيساعد زوجاته في البيت. وتذكر في الحديث تقول كده: هو كان يرتق ثوبه، وكان يخصف نعله، وكان يحلب شاته. طب دي أمور كلها ما يجي أنظر إلى بعض الرجال أو الأزواج دلوقتي: أنا لا هخيط زرار قميص، ولا إن أنا هساعدك في المطبخ، ولا إن أنا هعمل حاجة زي كده. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد هذه الأمة لم يستنكف، ولا قال إن ده عيب وأنا راجل وأنا سي السيد والكلام ده كله، لكن زي ما نقولها كده بالمعنى البسيط، إن إيده بإيدها في البيت. أما أجي أقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته بنوع من الملاطفة ونوع من الرقة وإظهار المشاعر. يعني خليني أقول لك إن إظهار المشاعر دي حاجة دي في منتهى الأهمية. يعني خليني أقول لك كده، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يتكلم مع السيدة عائشة ويقول لها: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غضبة. أنا عارف امتى بتبقي زعلانه وامتى بتبقي مبسوطه. فتساله: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ يقول لها: ان كنت علي راضيه قلت: لا ورب محمد، وان كنت علي غضبه قلت: لا ورب ابراهيم. يعني هو انا اللي انا باخده من هنا، اللي انا باخده من هنا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تقدير مشاعر زوجته، حساسيته معاه. لا لا، مش رقه المشاعر وبس، احساس الزوج بمشاعر زوجته، مش مشاعره. أيوه هو أيوه. ان هو ممكن الزوج بيدخل البيت ويخرج ما عندوش فكره مراتك زعلانه، مراتك مبسوطه، مش عارفه ايه الكلام ده كله. هو ليه حاجات محدده: انا بانفق، انا بعمل اللي عليا، خلاص. لكن في هذا الموقف الصغير لما يقول لها: انا بعرف انت امتى تبقي مبسوطه وامتى تبقي زعلانه، معنى كده ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يراعي هذه المشاعر. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا يخجل ابدا من ان هو يعلن هذه المشاعر على الملأ، يعلن هذه المشاعر على الملأ، مش بيعتبرها يعني مش عيب، بتنقص شيء من الرجولة أبدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل الكلام ده مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما قال: إني رزقت حبها. فكرت إن أنا بحب، فكرة إن أنا أكون راجل، ما يعني الراجل دلوقتي مثلا، أو يعني في كثير من المجتمعات، يعني أو من أهالينا لما يجي ينده لزوجته ما يقول لهاش يا فلان، يا أم كذا، ويا أم كذا، يا أم كذا. صحيح ده في العرف القديم ده يعتبر تكريم، لكن عند بعض الناس كأنه بيعتبر إن هو ما يصحش ينده اسمها، وكأنه عيب ينده اسمها بالظبط. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب السيدة عائشة، يقول لها يا عائشة، ويقول لها يا عائش، ويقول لها يا أم عبد الله، ويخاطب السيدة فاطمة باسمها يا فاطمة. ففكرة إن هو إظهار حتى الاسم، هو ما فيش فيه أي حاجة خالص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته مع بيته، حتى السيدة عائشة تقول: كان ألين الناس، وكان إذا دخل البيت بساما ضحاكا. يعني في نوع من الرقة واللطف مع أهل بيته. في أمثلة كثيرة، بس علشان أكون يعني ألميت بأكبر قدر من النقاط اللي عايزة أناقشها مع حضرتك، تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة،
انا بجيب لحضرتك دايما النقاط اللي بيبقى فيها يعني بعض المناقشات. في امثله حاضره؟ خلينا نقول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في التقدير، كون ان هو يقدر مكانتها، يقدر عقلها، خليني اقول لك يقدر عقلها، دي ممكن الاقيها في ايه؟ الاقيها في موقف من المواقف يقولوا لي كده كاد المسلمون ان يهلكوا. في موقف كده كان في صلح الحديبيه والمسلمين معترضين على كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بامر وهم لم يمتثلوا، فدخل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على السيده ام سلمه، ما لك يا رسول الله؟ قالت له، قال لها هلك المسلمون. ليه؟ قلت لهم كذا كذا ولم يستجيبوا. فالسيدة أم سلمة قالت له يعني إن أردت رأيي أو يعني هقول لك حاجة تعملها، يعني أشارت عليه بمشور، أخرج وما تكلمش فيهم حد وابدأ في ذبح الهدي بتاعك وانده للي بيحلق الشعر يحلق لك شعرك وما تكلمش فيهم حد. هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا إيه اللي يخليني أسمع كلام واحدة ست؟ هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أنت إيه اللي يدخلك في شؤون المسلمين؟ لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذا الرأي لأن هو رأي حكيم. فالفكرة أن أنا ما يجي لي الرأي الحكيم سواء كان من ست أو راجل أنا أقبله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل الكلام ده، ويعني المسلمون لما شافوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده استجابوا لما أمر. وكان المرأة ليها أدوارها في الغزوات المختلفة والحروب كتير، ما منعهاش الرسول يعني من أداء الأدوار. لم تمنع السيدة عائشة نفسها، يعني شاركت معاهم في غزوة أحد. السيدة عائشة شاركت معاهم في غزوة، قالت كنا نسقي العطشة ونمرض الجرحى وكذا. فاشتراك المرأة في الحياة العامة في كل الأحوال كانت مشتركة. ومعاملة الرسول، عشان قبل ما ننهي الوقت للأسف خلاص، في ذكرى سريعة، سياسة الاختلاف عند الرسول، تقبل الآخر المختلف عنه حتى في دينه. طيب يعني مثال بس، خلينا نقول سريعا استشهادا بكلام السيدة عائشة لما قالت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض. هذا القرآن، احنا بنقول القرآن هو دستور الأمة، دستور قواعد منظمة. القواعد دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة عملها مع كل المجتمعات اللي موجودة. المجتمعات اللي موجودة دي فيها إيه؟ فيها مجتمع مهاجرين جاي من بيئة مختلفة، وفيها مجتمع الأنصار بيئة تانية زراعية مختلفة، وفيها وثنيين مشركين، وفيها قبائل كتير من اليهود. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول من وضع دستورا للحياة المدنية ينظم هذه العلاقات كان يعني دستور مكتوب، قوانين مكتوبة، أقل من يعني أكتر من النص كان يشمل اليهود المخالفين في العقيدة. أما الجزء الثاني اللي هو الدستور اللي هو يمشي، لما قالت كان قرآنا يمشي، أقولك أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأوامر اللي موجودة في القرآن أول من طبقها هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا حتى لو ما كنتش شفت القرآن مكتوب، فأنا شفت تعاملات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شفت التعاملات دي مع مين؟ شفته مع السيدات، شفته مع الرجال، شفته مع الضعفاء، شفته مع الحيوانات، شفته مع الأعداء، شفته مع كل الناس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهدى. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمثل هذا الدستور، سواء كان دستور مكتوب اللي هم بيسموه صحيفة المدينة، أو في تعاملاتي مع كل الناس اللي موجودين في المدينة. بشكر حضرتك الأستاذة غادة عبد المتعال، واعظة بوزارة الأوقاف، شكرا ليكي، كل سنة وانتي طيبة. بالصحة والسلامة. بكده لقائي انتهى، بعد الفاصل أبدأ مع حضراتكم لقائي التاني.